في أول لقطة في الفيلم بنشوف واحد متعلق من رجليه في شحنات مربوطة في طيارة نقل طايرة فوق المحيط، وأول ما بيفوق بيحاول يمسك في الشبكة، لكن رجليه بتفلت وبيطير في الجو قبل ما يلحق نفسه ويمسك في شبكة شحنة تانية. بس الحقيقة المشكلة مش في الوضع الغريب ده بس، لأ ده كمان في مسلحين بيهاجموه وبيحاولوا يقتلوه، لكنه بيعرف يفلت منه وبيرمي نفسه لحد ما يوصل للطيارة نفسها. بس فجأة بنشوف عربية مرسيدس بتخبطه وهي بتقع من الطيارة، وبيفضل نازل بيلف في الهواء. طبعا دي بداية مثيرة ومشوقة، بس عشان نفهم حكاية الشخص ده لازم نرجع قبل الأحداث دلوقتي ب15 سنة في مدينة بوسطن، وبنشوف اتنين اخوات نيت وسام جوه المبنى اللي بنكتشف انه متحف للأعمال الفنية. وبيحكي سام لأخوه نيت عن حكاية الرحالة البرتغالي ماجلان اللي كان في رحلة للفلبين بيدور على الذهب، لكن السفن بتاعته اختفت في ظروف غامضة. سام بيحاول يسرق الخريطة التاريخية بس بينكشفوا وبيقبض عليهم الحرس. الشرطة بتودي سام ونيت لمديرة ملجأ الأيتام اللي هم عايشين فيه بعد وفاة والديهم، ولأن دي السرقة التالتة لسام وأخوه بتقرر المديرة تبعت الأخ الأكبر للإصلاحية. المديرة بتقول لسام يطلع يجيب شنطته من الأوضة وبتسمح لنيت يودعه. سام بيكلم أخوه بيطمنه وبيديله السلسلة بتاعته مع ورقة بيضة فاضية ومعها ولاعة قبل ما يهرب من الشباك. نيت بيفتح الورقة وبيحرك الولاعة تحتها عشان تظهر له الرسالة المخفية اللي بيقوله فيها أخوه سام إنه بيحبه وهيرجع له في يوم. وتفوت الأيام ويكبر نيت اللي بقى عايش في مدينة نيويورك وبيشتغل في بار هناك، وبنشوف خفة إيده المذهلة اللي بيستخدمها للأسف في السرقة زي ما سرق الأسوارة من إيد البنت دي. لكن في يوم بيقابل زبون غريب اسمه فيكتور بيكلمه عن فرصة هتخليه غني جدا لو قرر يشتغل معاه، لكن نيت بيقوله انه ما بيحبش يشتغل مع حد وبيرفض العرض ده. ولما بيمشي فيكتور بيدور نيت في جيبه على الاسورة بس ما بيلاقيهاش، وبيلاقي مكانها كارت لفيكتور. واضح ان فيكتور ايده اخف من نيت. تعالوا نشوف سرقها ازاي في اللقطة دي. بيروح نيت للعنوان اللي ساكن فيه فيكتور وبيشوف عنده كتب عن السفن التاريخية، بس الأغرب إن عنده خريطة ماجلان. نيت طبعا بيفتكرها تقليد، بس فيكتور بيقوله إن دي الخريطة الأصلية. نيت بيحكي لفيكتور عن رحلة ماجلان حول العالم اللي كان بيدور فيها على الذهب، وإنه مات في الفلبين، بس باقي البحارة اللي كانوا معاه وعددهم 18 هم اللي كملوا الرحلة بقيادة واحد اسمه الكانو، لكن السفن اختفت تماما بعدها وما ظهرش ليهم أي أثر، والأسطورة بتقول إنهم مليانين ذهب قيمته النهاردة أكتر من 5 مليار دولار. فيكتور بيكملوا باقي التفاصيل وبيعرفوا ان رحلة ماجلان كانت اخدت تمويل من عيلة غنية في اسبانيا اسمها عيلة مونكادا، وان العيلة دي لحد النهاردة بتدور على السفن اللي اختفت. فيكتور كمان بيقول لنيت على حقيقة جديدة، ان سام اخوه كان هو شريكه في العملية دي وكانوا بيدوروا على الذهب، لكنه اختفى بعد فترة وبيوريله صورة وهو موجود مع اخوه. نيت بيفرح بصورة اخوه اللي ما شافوش من 15 سنة وبيقول لفيكتور ان كل الاتصالات اللي بينهم اتقطعت نهائيا. لكن الحقيقة ان نيت كان بيكذب على فيكتور، لان سام اخوه كان بيتواصل معاه لحد فترة قريبة وكان بيبعت له كروت بالاماكن اللي بيروحها. نيت بيفكر في العرض تاني وبيقرر يوافق عليه ويشتغل مع فيكتور عشان يحاول يلاقي سام اخوه اللي اختفى من مدة. فيكتور بيشرح لنيت خطته وان هدفهم الاول هو انهم ياخدوا صليب تاريخي هيقدروا يفتحوا بيه المخبأ السري للذهب. الصليب ده هيتباع في مزاد ولازم باي شكل يبقى معاهم. بيبدا نيت يجهز للعمليه وفي نفس الوقت بيحاول يعرف معلومات اكتر عن فيكتور، اللي بيطلع انه كان شغال طيار سابق في البحريه الامريكيه وتسجن بعدها الفتره في قضيه سرقه كبيره. بتبدا مهمه سرقه الصليب من قاعه المزادات الفخم اللي بنشوف فيها فيكتور بيقابل اشرس اعدائه برادو اللي بتشتغل دلوقتي مع عائله مونكادا اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. ونيت نفسه بيقابل سانتياغو مونكادا اللي بيحكي له عن تاريخ الصليب واهميته عند عيلته اللي بتدور عليه من زمان. بيبدا المزاد في الوقت اللي بيروح فيه نيت عشان يقطع الكهرباء عن المبنى، وفي المزاد نفسه بيحاول فيكتور يطول عمليه البيع لحد ما نيت يخلص، لكن نيت بيتفاجئ بواحد من مساعدين برادوك بيضربه قبل ما يهرب منه. نيت بيخرج لقاعه المزاد وبيسبب فوضى في المكان بتخليهم يوقفوا عمليه البيع ويرجعوا الصليب للمخزن، لكن فيكتور كان جاهز بيتنكر في لبس واحد من اللي شغالين في القاعة وبياخد الصليب ويمشي قبل ما توقفه برادوك اللي كانت مراقباه من شوية، لكنه بيقدر يفلت منها بذكاء. بيقدر نيت هو كمان يهرب من أمن القاعة وبيخرج بره عشان يقابل فيكتور في العربية، وبكده يبقوا نجحوا في أول خطوة، والخطوة التانية هتحتاج منهم يسافروا برشلونة. وهم على الطيارة بيشرح نيت لفيكتور طريقة عمل الصليب وإنه المفروض يوديهم لشجرة تحتها مخبأ الدهب. في برشلونة بيقابلوا كلوي ودي برضو محترفة سرقة زيهم، بيعرفوا منها ان في صليب تاني مهم عشان يفتحوا مخبأ الدهب. الصليب ده موجود فعلا مع كلوي دلوقتي،
بس بدل ما يتعاونوا مع بعض، كلوي ترفض تشترك معهم وبتسيبهم وتمشي. لكن فيكتور بيكتشف انها سرقت الصليب بتاعهم من شنطة نيت لما كانت واقفة جنبه. نيت بيجري وراها بيحاول يمسكها. ولما بيوصلها في الآخر بيقولها إنها مش هتقدر توصل للمكان اللي فيه الذهب حتى لو معها الصليبين، لأن المكان الحقيقي مش هو الشجرة اللي بيقولوا عليها، وإنه هو الوحيد اللي قدر يعرف فين مخبأ الذهب. بتفكر كلوي وبتقتنع بكلامه، وبيروحوا هما الثلاثة للمكان اللي يقصدوا نيت، واللي بيطلع إنه كنيسة مرسوم عليها شعار الشجرة اللي كان في الكتاب، وبيقرروا يأجلوا دخول الكنيسة لتاني يوم عشان تبقى فاضية. لما بيدخلوا الكنيسة بيلاقوا رسمة على الأرض بتوضح مدخل سرداب سري تحت الكنيسة، بيلاقوا فيه باب صغير بمكانين للصليبين اللي معاهم، ولما بيفتحوه بيلاقوا باب نفق جديد. بيقرروا يمشوا في طريقين منفصلين عشان يساعدوا بعض. بيروح نيت وكلوي في النفق، وبيمشي فيكتور في الشارع فوق، وبيعرفوا مكان بعض عن طريق تتبع الموبايل بتاع نيت. بيمشي نيت وكلوي في النفق اللي بيلاقوه بيوصلهم لقاعة مالها ليل، بس بيتفاجئوا لما بيلاقوا رجالة برادوك مستنيينهم هناك. بيقدروا يهربوا منه وبيدخلوا لنفق سر تاني بيكملوا فيه لحد ما بيلاقوا نفسهم تحت نافورة في ميدان، وفي الغطاء اللي فوقهم بيلاقوا مكان لفتحة الصليب، بس أول ما بيفتحوا بتنزل عليهم المية اللي موجودة في النافورة عشان يغرقوا فيها. بيكلموا فيكتور يستنجدوا بيه، لكن فيكتور بيبقى عنده مشكلة تانية، وهي برادوك نفسها اللي عايزة تاخد الصليب اللي معاه. نيت وكلوي قربوا يغرقوا في الوقت اللي فيكتور وبرادوك بيضربوا بعض، لكن في آخر لحظة بيقدر فيكتور يفتح لهم فتحة لتصريف المية اللي كانت غرقتهم فعلا. بيكمل نيت وكلوي في النفق لحد ما بيوصلوا الباب كبير، بس ما بيقدروش يفتحوا بالصليب اللي معاهم لوحده، وبيعرف فيكتور إن الصليبين لازم يركبوا في بعض عشان يفتحوا الباب ده. ولما بيعملوا كده بيقدروا يفتحوا الباب فعلا، وبيدخلوا المكان كبير فيه أوعية ضخمة من الفخار أكيد هيبقى فيها الذهب، وبتفتح كلوي أول واحد منهم. بس قبل ما نشوف الكنز اللي لقوه، عايزك حالا تعمل لايك للفيديو وتشترك وتفعل علامة الجرس لو ما كنتش لسه مشترك، وياريت كمان تعمل شير للفيديو. وتعالى بقى نشوف الكنز الرهيب اللي لقوه. كلوي بتمد إيديها عشان تاخد الذهب، لكن اللي بيطلع في إيديها شوية ملح. أيوة، كل الأوعية دي مليانة ملح وبتتكسر فوق، بس ما بيطلعش ان تعبهم ده على الفاضي برضه، لانهم بيلاقوا جوه الملح خريطه قديمه جدا عليها علامه في مكان في المحيط قريب من الفلبين. نيت بيكلم كلوي عن الخريطه، لكنه بيلاقيها واقفه وراه وماسكه مسدس في وشه، وبتقول له انت ما تعرفش حاجه عن فيكتور صاحب، وبعدها بتضربه وبتاخد الخريطه والصليبين. بيفوق نيت بعد شوية وبيلاقي فيكتور واقف جنبه. بيسأله نيت عن حقيقة اللي حصل لأخوه سام. فيكتور بيعترف له بحقيقة اللي حصل، إن أخوه كان معاه لما كانوا بيدوروا على الكتاب والخريطة، وإن برادوك ضربت عليه نار واتصاب ومات بعدها. نيت بيغضب منه وبيسيبه ويمشي. وبنكتشف دلوقتي ان كلوي كانت شغاله مع سانتياغو مونكادا طول الوقت، وبرادوك نفسها ما كانتش تعرف ده. فيكتور بيروح لنيت وبيعتذر له على اللي حصل، وبيطلب منه يكمل معاه عشان ينتقم لاخوه من مونكادا وبرادوك. نيت بيفكر في الموضوع وبيوافق يكمل معاه. بيروحوا للمطار اللي بيجهز فيه مونكادا طياره النقل الضخم، ومعاه رجاله برادوك وكلوي، وبيستعدوا للسفر للفلبين. ولما بتكون الطياره في الجو بيتكلم مونكادا معاهم عن الذهب اللي هيلاقوه، بس قبل ما بيكمل كلامه بتذبحه برادوك، وبتتفاجئ كلوي من اللي حصل وبتهرب. في الطياره كمان بنشوف نيت وفيكتور بيخرجوا من شنطه العربيه المرسيدس بتاعه سانتياغو، وبيشوفوا اللي حصل ليه، بياخدوا الخريطه وبيستعدوا هما كمان يهربوا من الطياره، وبيروحوا يستخبوا ورا المعدات، وبتبدا المواجهه بينهم كلهم. بينط فيكتور بالباراشوت في الوقت اللي بيفتح فيه نيت باراشوت المعدات اللي بتخرج من الطياره وبتسبب فوضى كبيره. بيقدر نيت يهرب من رجاله برادوك، بس رجليه بتعلق في شبكه معدات وبتسحبه معاها بره الطياره. وبكده نبقى رجعنا لاول لقطه في الفيلم وفهمنا اللي بيحصل. نكمل بقى بعد ما نيت اتخبط في العربيه المرسيدس وبينزل للمحيط. بنشوف كلوي بتخرج من العربيه وبينط هما الاثنين عشان يمسكوا في باراشوت، وبينزلوا البحر وبيفضلوا فوق المعدات اللي عايمه لحد ما بيلاقوا شط قريب بيعوموا لحد ما يوصلوا له. نيت بيدور على طريقه يعرف بيها مكان الدهب لحد ما عرف يكتشف المكان باستخدام الصليبين اللي كانوا معاه.
وبيكتب احداثيات المكان في ورقه وبيسيبها وينام. تاني يوم الصبح بتصحى كلوي قبله وبتشوف احداثيات المكان اللي كتبها نيت، بتاخدها وبتهرب. لكن نيت كان كتب لها احداثيات غلط عشان ما بقاش واثق فيها، وبيروح هو للمكان الصح وبيلاقي مدخل الكهف البحري اللي جواه السفينتين بتوع رحلة ماجلان والبحارة 18. نيت بيطلع على السفينة وبيشوف البضايع الموجودة قبل ما يتفاجئ بوجود فيكتور وراه. طبعا فيكتور عارف المكان لان موبايله كان لسه مربوط بموبايل نيت لحد الوقت ده. نيت وفيكتور بيلاقوا الدهب، بس نيت لسه مش قادر يسامح فيكتور على اللي عمله مع اخوه. لكن بيقطع كلامهم دخول برادوك مع رجالتها للكهف وراهم، وبتخلي رجالتها يطلعوا على السفن عشان يدوروا على فيكتور ونيت. اللي بيستخبوا في مخبأ سري في السفينة. بتجهز برادوك لنقل السفن وبتستخدم طيارات هيليكوبتر عملاقة، بترفع السفن من الكهف وبتطير بيها. بس فيكتور ونيت بيخرجوا من مكانهم وبيشتبكوا مع رجالتها. ولأن فيكتور كان طيار سابق بيستولي على طيارة منهم وبياخدها هي والسفينة ويبعد بيها، لكن برادوك بتطرده وبيستمر الاشتباك بينهم لحد ما نيت بيساعده وبيضرب بالمدفع على الهليكوبتر التانية، بس بتنط منها برادوك قبل ما تغرق وبتمسك في سفينة نيت وفيكتور. بيتواجه نيت وبرادوك وبتفكروا برادوك إنها قتلت أخوه سام. بعد شوية بيوقعها فيكتور في المية، وبعدها بتقع السفينة فوقها. بتوصل سفينة تابعة للبحرية الفلبينية للمكان اللي وقعت فيه السفن، وفيكتور بيبقى زعلان على الذهب اللي ضاع منه، لكنهم بيضحكوا هما الاتنين على كلوي اللي لسه واصلة للمكان بعد ما تاهت في المكان الغلط اللي سابهولها نيت. نيت بيفاجئ فيكتور بشوية من الذهب اللي معاه، وبتنتهي مغامرة نيت وفيكتور لحد هنا. لكن في لقطة بتيجي بعدها بتعرفنا ان سام اخو نيت لسه ما ماتش، وانه محبوس في مكان وبيخطط يهرب منه. وكمان في مشهد تاني صغير لعملية سرقة جديدة بينفذها نيت مع فيكتور عشان يعرفونا ان لسه في افلام جديدة ممكن يعملوها في المستقبل. انتوا كمان اشتركوا في القناة وفعلوا رمز الجرس واعملوا لايك للفيديو وشاركوه عشان تتابعوا معايا في المستقبل ملخصات اجمد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.